وينضم إلينا من المنامة موفد الإخبارية محمد المحيي. أهلا بك محمد. محمد، أطلعنا على أجواء الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين. أهلا بك زميلة ولادة، أهلا بالسادة المشاهدين مشاهدي القناة الإخبارية. نحن هنا في مملكة البحرين، وبالتحديد من استاد البحرين الوطني، حيث تقام الفعاليات والاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني 46. جمعية هذه هي البحرين أقامت الاحتفال الكبير بمناسبة اليوم الوطني 46 كعادتها السنوية. هذا الاحتفال ضم العديد من الفعاليات، منها ركن الأسر المنتجة، وأيضا كخلف العروض المسرحية في الفلكلورات الشعبية، وأيضا هنا على يميني أيضا السيارات المعدلة، استعراض السيارات المعدلة وأيضا الكلاسيكية. أيضا الزميلة ولادة، مملكة البحرين استعدت منذ وقت مبكر لليوم الوطني 46، زينت شوارعها بالأعلام البحرينية وصور لجلالة الملك حمد آل خليفة الجدير. بالذكر زميلة ولادة، أبناء المملكة العربية السعودية حضروا هنا وشاركوا مملكة البحرين حكومة وشعبا بهذا اليوم الوطني. منهم من أبدع في فن الرسم ورسم صور لخادم الحرمين الشريفين بجانبه جلالة الملك حمد آل خليفة، ومنهم من شارك بالفلكلورات الشعبية سواء من عدة مناطق من المملكة العربية السعودية. نعم. أيضا الأسر المنتجة السعودية حضرت. شكرا لك زميل محمد المحيي موفد الإخبارية من المنامة، شكرا جزيلا لك.